مشاهدي الأعزاء، أهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم أحكام الصوم. تقبل الله الصيام والقيام وضاعف لنا ولكم الأجر. نستضيف لكم في هذه الحلقة الدكتور محمد سالم عدود، أهلا بك معنا. حياكم الله دكتور. في البداية كلمة مختصرة عن فضل الاعتكاف في العشر الأواخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. رمضان بما فيه من الصيام والقيام وتلاوة القرآن هو دورة تأهيلية في العبادة وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعيشها المسلم كل سنة. هذه الدورة التدريبية يفترض أنها تتدرج، كلما اقترب أو شكت على النهاية كلما زادت وتيرة التكوين والتدريب فيها. من هذا المنطلق نفهم أن العشر الأواخر من رمضان كانت مفعمة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هنا جاءت فكرة أو نفهم نضع الاعتكاف في سياقه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان في البدايات في العشر الأواسط، قيل له إن الذي تطلبه أمامك. تقدم حتى وصل إلى العشر الأواخر، اعتكف في العشر الأواخر وبقي هكذا يعتكف في العشر الأواخر إلى أن توفاه الله. إذن قمة التكوين، قمة الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، قمة الانفصام عن الدنيا ومشاغلها يفترض أنها تأتي في نهاية العمل. إذن هنا جاء الاعتكاف باعتباره انخراطا في العبادة بدون توقف لمدة 24 ساعة على 24 ساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه توضع له قبة أو سرير في مكان مناسب من المسجد، خلف سارية تسمى سارية التوبة أو في مكان مناسب من المسجد، ويدخلها ويخلو بربه في هذه الفترة. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أصلا مجتهد في العبادة، لكنه كان يزيد في الاجتهاد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، لكنه كان في رمضان كالريح المرسلة، كان يعارضه جبريل عليه السلام القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. يقول عبد الله بن عباس: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لما تبدأ العشر الأواخر ينقلب برنامج الأسرة كله رأسا على عقب. رسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله، أحيا ليلة، شد الميزار. أيقظ أهله، من الآن الأولاد والأبناء والذين لم يكونوا على وتيرة واحدة ومتقاربة من العبادة، لا، نوقظهم، نحفزهم على قيام الليل، على تلاوة القرآن في هذه العشر الأواخر. الرسول صلى الله عليه وسلم شد المئزر، قد تكون تعبيرا عن الانقطاع عن الأمور الزوجية وما إلى ذلك، وقد تكون تعبيرا عن الجد والصرامة في العمل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدون انقطاع. العشر الأواخر من فضلها أنها مظنة ليلة القدر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر. طيب، وليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، فيها يقدر كل أمر حكيم، أو يقدر أو كأنها ينزل فيها برنامج السنة من الأرزاق والوفيات والمواليد وما إلى ذلك. امتن الله سبحانه وتعالى علينا أن العمل في هذه الليلة يكافئ 1000 شهر، معناها ما يزيد على 83 سنة من العمل. فطبعا هذا أجر مضاعف وأجر ميزة أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وعلينا أن نقدرها حق قدرها
وأن نستنى فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت قال عن ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر، لكن ما معنى التماسها في العشر الأواخر؟ الأوتار، التمسوها في الأوتار. طيب وما هي الأوتار؟ هل نعدها من بداية الشهر أو مما تبقى من الشهر؟ إذا عددنا الأوتار مما خلى من الشهر، طيب تكون عندنا ليلة 21 ليلة وترية، ليلة 23، ليلة 25، 27، 29. طيب لكن إذا عددناها من ناحية المتبقي من الشهر، الاحتمال أن الشهر 30 تكون الليالي الشفعية بالعد هذا وترية بالعد من الناحية الأخرى، وبالتالي لن تكون عندنا ليلة إلا وهي وترية من 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 العشر الأواخر، وبناء على ذلك لن تكون عندنا ليلة من العشر الأواخر إلا وهي مظنة لأن تصادف ليلة القدر. واضح الشيخ، نسأل الله التوفيق لنا وللجميع إن شاء الله. آمين آمين. ما هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر، الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة في الأموال القابلة للتنمية، قابلة لأن تستثمر، وكما هو معلوم في مثلا في الزروع قال الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، في المزرعة عندما تنتهي دورتها الإنتاجية تخرج منها الزكاة. العمر بالنسبة لنا مدته كمثل دراهم بيد الفتاة يقضي بها حاجاته، إذا العمر كنت في فترة دورة استثمارية للعمر مع رمضان، انتهت هذه الدورة الاستثمارية علي أن أزكي. إذا من هذا المنطلق الزكاة كأنها زكاة لعمري، زكاة للعمر، ولا شك أن لها مقاصد عظيمة. فهي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم، الأمور التي قد تخدش صفاء الصوم من الهذر، من غيبة، من أمور التي لا تصل إلى أنها تبطل الصوم لكنها تقلل من أجره أو تخدش، على كل حال تخدش من هيبته ووقاره، هذه كفارة لها زكاة الفطر. زكاة الفطر أيضا فيها شكر لله سبحانه وتعالى، أنت صمت هذا الشهر ب30 أو 29 يوم، والصوم شهادة صحية، صمت معناها أني صحيح معافى، إذن أشكر الله على هذه النعمة، فهي شكر لله سبحانه وتعالى. زكاة الفطر فيها نوع من التضامن الاجتماعي مع المساكين، أنك تعطيهم حتى يكون أنت من وسع الله عليك تعيش يوما سعيدا، تعيش يوما فيه فضول من الأرزاق ومن الأطعمة وما إلى ذلك، هم أيضا دعهم يشتركون معك في هذه الفرحة. إذن هذا مقصد من مقاصد زكاة الفطر، وهذه يعني مقاصدها يعني أكثر من هذا، لكنها يعني هذا ما ذكر من هنا. واضح فضيلة الشيخ، معناه أنها اعتراف بالنعم اللي سبل الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. على من تجب زكاة الفطر؟ كل نفس من المسلمين قادر، إذا كان الشخص قادر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كل من هو عنده الفاضل عن قوت يومه من المسلمين، حر ذكر أو أنثى صغير أو كبير، هذا تجب عليه زكاة الفطر، هكذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة. في السنة الثانية من الهجرة معناها في السنة التي فرض فيها الصيام، التي فرض فيها رمضان. واجب على الشخص من نفسه، وش كيف عياله السنة اللي يلا يعود فيه قد عدمات لي يفطرهم؟ هي واجب على، هي تابعة للنفقة، واجب على الشخص وعلى من تجب عليه نفقتهم، الوالدين الفقيرين، الأبناء الذكور اللي ما فاتوا لحقوا درجة الاستقلال والتكسب، البنات اللي ما فاتوا زوجه، وهكذا يعني حتى لو مثلا وزوجة الوالد مثلا، فالذي الوالد الذي هو ينفق عليه فزوجته ايضا يخرج زكاة فطرها. اذا هي دائرتها هي دائرة وجوب النفقة،
فمن تجب عليك نفقته تخرج عنه زكاة الفطر. زكاة الفطر. ما هو حكم مشروعية زكاة الفطر؟ زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماهير العلماء تقول إن فرضها هنا بمعنى أوجبها. إذن هي فرض واجب. هناك من العلماء أن يقول فرضها بمعنى قدر، على هذا تكون سنة، لكن جماهير العلماء على أنها فرضها بمعنى أوجب. فهي إذن واجبة على كل مسلم، يعني له ما يكفي لقوته، ما يفضل عن قوته وقوت عياله في نفس اليوم. ما هو وقت إخراجها؟ وقت إخراج الزكاة من طلوع الوقت الأساسي، الوقت الفضيلة، من طلوع الفجر إلى صلاة العيد. هذا هو الأصل، أنها تخرج في ذلك الوقت، صباح عيد الفطر، إلى الوقت الأفضل، إلى طلوع إلى صلاة العيد. تعجيل تقديمها عن ذلك، قد نقول مثلا من الآن، هذا قد نتحدث بالنسبة لمخرج زكاة الفطر، هل هو يسلمها للفقير أو يسلمها لجهة توزعها؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجمع عنده زكوات الفطر في المسجد، إذن كانت سنتها أنها تسلم لجهة مؤسسة المسجد، وهي التي تتولى توزيعها. في هذه الحالة قد يكون من الأرفق للجهة أن تستلمها قبل وقت الإخراج. المالكية المعروف في المثل عندهم أنها اليومين يمكن تعجيلها، اليومين قبل، بيومين قبل عيد الفطر. بعض العلماء يقول إلى منتصف الشهر رمضان مثلا في المذهب الشافعي، لكن المعروف عند المالكية اليومين أو حتى 3 أيام. هذا كتسليم، يفترض أنه مساحة زمنية تترك لمن سيتولى توزيعها ليرتب أموره لتسليمها للمساكين في وقتها. ما حكم من تأخر عن إخراج زكاة الفطر حتى غروب الشمس يوم العيد؟ من تأخر عن زكاة إخراج زكاة الفطر حتى غروب الشمس من يوم العيد من دون عذر فهو آثم، عليه آثم، إذن ارتكب إثما، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هو سيخرجها لكن عليه إثم. قد يناقش العلماء إذا تراكمت عليه سنوات لم يخرج فيها زكاة الفطر، ما الحكم؟ هل عليه أن يخرجها عن تلك السنوات يتابع الله سبحانه وتعالى ورجع إلى رشده؟ هل عليه أن يخرجها عن تلك السنوات أم لا؟ هذه قضية أخرى يناقشها العلماء. لكن أنا عندي وقت فضيلة إلى خروج إلى الصلاة، من صلاة العيد إلى غروب الشمس، يعني وقت كأنه لا، يعني التأخير فيه معقول، لكن مع غروب الشمس يكون يرتكب إثما من أخرها إليه من دون عذر. ما هي مصاريف زكاة الفطر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم بها عن التطوى في ذلك اليوم. إذن هي ترتكز على الفئة التي تطوف بين البيوت لتجد ما تسد به رمقها. إذن هي المساكين الذين يطوفون بين البيوت ليجدوا ما يسدون به رمقهم. يفترض هنا أنها الفئة المستهدفة بها هم الأكثر حاجة. ونحن الآن مثلا عندنا إخوتنا في غزة في منتهى الفاقة والمشاعة. صحيح. وقد يقول قائل وما علاقتنا نحن، ما علاقتكم بغزة وفلسطين؟ نقول مثلا هناك ملحظ علينا أن نحضره، وأن الله سبحانه وتعالى جعل طريق الصلاة إلينا من المسجد الأقصى. متى أين فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه صلاته في فضاء المسجد الأقصى. كان نائما في مكة، كان يمكن أن تفرض عليه في مكة، كان يمكن أن تفرض عليه حتى في المدينة. لا، هو أخذ من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس. إذن أصبحت
أصبح علاقة ارتباطنا علينا أن نفهم عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل صلتنا جعل الصلاة تأتينا من بوابة سماء بيت المقدس. إذن مرتبطين بها 5 مرات في اليوم. فلا يمكن جميل. نعم. قال على أن الرجال يعود عنده قريب محتاج لا تقبلوا صدقات من له قريب محتاج. ويعودوا يختاروا يزكوا الله على ذوك الأقارب ويعودوا فمشي أضعف منهم فهم فئة ثانية أضعف من أقاربهم هم. شنو حكم هذا؟ هو على كل حال قد جاءت بعض النساء سألت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عبد الله بن مسعود يعني أرسلت من يسأل لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي عندها مال وزوجها فقير فهل يصح أن تزكي أو تصدق عليه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها فيها. لا يمكن الزكاة ما يعد بها الهم لا يمكن أن أدفع الزكاة وأنا أدرأ بها تكاليف مادية كان يفترض أني أدفعها، لكن مع ذلك يعني الأقارب الفقراء على كل حال يمكن أن يعطوا منها بنصيب دون أن يسد ذلك الباب أمام غيرهم، ودون أن كما قلت تكون في ذلك تهرب مما كان يفترض أن يعطى لهم. ما كان على الشخص مثلا بحكم العلاقة الاجتماعية أن هذا الفقير يعطيه مساعدة يعمل له راتب يعمل له المساعدة الشهرية وشيء من القبيل ويقول الآن عندي زكاة سأعطيها الزكاة ووفر على نفسي ذلك المبلغ، لا الزكاة ما يعدل بها الهم. شنو حكم الأشخاص اللي عود ينفق عليهم رجاجة كانوا قد يأخذ عليهم زكاة الفطر أم لا؟ إذا كانت أسرة فقيرة ولا فيها متعددة ولا فيها واحد ما فيها واحد يعني نافق على الآخرين مثلا الأبناء الفقراء لو أعطيت لهم زكاة فطر يمكن صار هذا الطفل عنده زكاة فطر أصبح يملك ما يزيد على قوته اليوم، يمكن أن يخرجها على أخيه وهكذا ما يزيدها ما يزيد. طبعا لاحظ هنا هو لا تجب عليه نفقته. مشاهدي الأفاضل بنهاية هذه الحلقة أشكركم على حسن المتابعة، كما أشكر باسمكم الدكتور محمد سالم عدود، وإلى لقاء آخر بحلقة جديدة وأحكام أخرى. لكم تحياتي وتحياتي كل من أشرف على إعداد هذه الحلقة.